الأخبار الاقتصادية. أهلا بكم. أعلنت قيادة قوات حرس حدود المنطقة الثالثة عن إحباط محاولة تهريب أغنام إلى خارج البلاد. وقالت القيادة في بيان إن قوة من قيادة حدود المنطقة الثالثة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على شخص بحوزته عجلة تحمل 32 رأسا من الأغنام حاول اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية. وأضاف أنه تمت إحالة المتهم مع المواد المضبوطة على الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية. رفع الأردن توقعاته لتحسن أداء القطاع السياحي خلال العام الحالي وربما يتجاوز التقديرات الرسمية التي جاءت بعد عامين من التراجع بسبب جائحة كورونا وتداعياتها. وقال المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي إن المؤشرات المتحققة خلال العام الحالي جاءت أفضل من التقديرات السابقة، فخلال شهر آذار الماضي كانت التوقعات تشير إلى تحقيق دخل سياحي بمقدار 214 مليون دينار أردني، بينما وصل الدخل السياحي الفعلي إلى 297 مليون دينار. وأضاف أنه خلال شهر آذار الماضي كان من المتوقع أن يدخل الأردن 255 ألف زائر وفاقت النتائج هذه التوقعات ليصل العدد إلى 381 ألف زائر. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا حيث بلغ 7.25% في نيسان الماضي على أساس شهري ليبلغ 69.97% على أساس سنوي. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية ارتفع مؤشر أسعار المنتجين خلال نيسان بواقع 7.67% على أساس شهري بينما بلغ 121.82% على أساس سنوي. وارتفع أسعار المستهلك 34.46% وأسعار المنتجين 72.3% اعتبارا من نيسان مقارنة بمعدلات آخر 12 شهرا. في خطوة لمواجهة أعلى معدلات التضخم تسجلها الولايات المتحدة منذ 4 عقود، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع نسب الفائدة بنصف نقطة مئوية. وأكد محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة مهمة جدا لمواجهة التضخم، ولكن التحدي أمام الاحتياطي الفيدرالي يفرض معادلة صعبة جدا تتمثل بإبطاء الاقتصاد لمواجهة التضخم دون الدخول في ركود اقتصادي. ومن جهته قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا. وهذه المرة الأولى التي يلجأ الاحتياطي الفيدرالي لمثل هذه الزيادة منذ عام 2000 بعد أن كان قد رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في آذار الماضي. وصلت أسعار النفط مكاسبها حيث أدى اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا بما في ذلك فرض حظر على نفطها الخام لستة أشهر إلى تخفيف المخاوف بشأن الطلب الصيني. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 60 سنتا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 40 سنتا وقفز كل من الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة المتقلبة بعد أن كسب أكثر من 5 دولارات للبرميل يوم الأربعاء. وهذه انتقالة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.